أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب علاء المعموري إن الأمور بلغت الدرك الأسفل والأتعس في العراق، وبتنا بمواجهة الأشرار والخونة واللصوص والعملاء الذين يستخدمون كل الأساليب الإجرامية البشعة ضد أبناء الشعب العراقي، فالشعب أمام عدو همجي يقتله بلا رحمة وينهب ثرواته، لذلك يجب على الشعب العراقي الخلاص منهم بكل الوسائل المشروعة. في العراق الآن أصبح الشعب بمواجهة مصيره، ليس هناك أمل في الحلول السياسية السلمية، وأغلقت كل الطرق بعد أن أحكمت قبضة عصابات الميليشيات التابعة لإيران سيطرتها على السلطة واقتصاد البلاد، وبدأت تزحف للسيطرة على المجتمع والتحكم بطريقة تفكيره وسلوكه، مستخدمة كل الأساليب الهمجية بشكل علني مكشوف، في ظل انهيار الدولة التي فقدت شرعيتها بعجزها عن حماية أرواح المواطنين وثروات البلد وسيادته وقراره السياسي والتحكم بالسلاح. ولن ينفع التظاهر السلمي والهتافات والبكاء على الشهداء، فهذا ليس ثورة وليس أيضا حلا لأزمات العراق الوجودية. فنحن في هذه اللحظة، أكون أو لا أكون بالنسبة لأفراد الشعب الرافضين للميليشيات وضياع الدولة بأكملها، والسؤال إلى متى يظل الشعب العراقي ميتا لا يتحرك بفاعلية وحزم للدفاع عن نفسه وبلده ومصيره الجماعي. فالأمور بلغت الدرك الأسفل والأتعس، والعراق أصبح رهينة بيد الميليشيات التابعة لإيران، تتلاعب به وتساوم عليه وتنهب ثرواته وتقتل أبنائه في وضح النهار، والحل الوحيد معروف، هو خيار الدفاع المشروع عن النفس. أغلبكم قتلة وفاسدون، ومن ثم ماذا؟ وعن الصراع السياسي كتب مهدي قاسم مقالا جاء فيه: لقد تعود الشارع العراقي على أن يقوم أساسة من لصوص الأحزاب المحاصصية للنهب المنظم باتهام بعضهم بعضا بالسرقة أو والفساد، أو أن يتهم بعضهم بعضا بالقتل أو الوصف بالقتلة علنا، مثل ما فعل عميد الساسة الفاسدين نور المالكي في تسريبات صوتية مع مقتدى الصدر كمسألة تصفية حسابات سياسية عادية. الملفت وأكثر غرابة أن يستعين البعض بالقضاء العراقي لمسألة نور المالكي، لا لأنه كان سبباً في تفشي الفساد والانفلات الأمني وتهريب الإرهابيين من المعتقلات وتسهيل عملية احتلال داعش لمحافظات عراقية عديدة وما ترتب على ذلك من سقوط ضحايا بسبب معارك ومجازر وخراب ودمار، إنما يريدون مقاضاته لأنه تكلم ضد مقتدى الصدر. طيب، وماذا عن دور مقتدى الصدر في عملية ترتيب مقتل عبد المجيد الخوئي مثلاً، وليس حصراً إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، وعن جرائم جيش المهدي الذي كان مقتدى الصدر قائده الأوحد؟ بتعبير أوضح، نحن نريد أن يحاكم نور المالكي على عشرات جرائم سياسية وأمنية واقتصادية وغيرها أيضاً من الجرائم التي احتوتها قائمة لائحة اتهام جمعها القاضي عبد الرحيم العقيلي. يتساءل الكاتب ساري عرابي في مقاله بموقع عربي 21: هل فشل مشروع التحالف الشرق أوسطي؟ فلا يبدو أن إعلان القدس وبيان قمة جدة قد كشف عن دفاعة مضاعفة للتحالف الشرق أوسطي، وذلك في حين نفى وزير الخارجية السعودي حصول أي نقاش بشأن التحالف مع إسرائيل أو بشأن تدشين ما كان قد سماه الملك الأردني ناتو الشرق أوسطي، كما أن بيان قمة جدة قد عاد بالمواقف العربية إلى خطابها التقليدي عن المبادرة العربية وحل الدولتين ورفض كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين دون تسمية إسرائيل، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها والدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق، والتأكيد على أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. وإذا كان مفهوم التحالف يفيد التعاون العسكري المعلن في إطار مهمة مؤقتة،
فإن مستوى العلاقات المعلن بين إسرائيل وعدد من الدول العربية أعلى مما يفيده مفهوم التحالف، وإن كان ما يزال أقل مما يفيده مفهوم الحلف. فالتطابقات السياسية وتهميش القضية الفلسطينية وحملات الترويج لإسرائيل والتعاون الاستخباراتي والاستمرار في محاولات تطوير هياكل إقليمية تضم إسرائيل على نحو دائم يزيد في سياقه العربي المتصل بالقضية الفلسطينية على ما يمكن أن يفيده التحالف بمهمة مؤقتة، وإن كان ذلك دون الآمال الإسرائيلية باندفاعة سعودية أكبر. فالحسابات السعودية لا تجد نفسها مضطرة الآن إلى مثل تلك الاندفاعة. وحين أخذ بيان جدة بخطابه التقليدي عن القضية الفلسطينية في سياق العلاقات العربية الإسرائيلية الجارية، فإنه لا يمكن التعامل معه إلا بوصفه ديباجة خطابية لا تعبر عن شيء واقعي. ويمكن أن يضاف ذلك إلى تهميش بايدن الكامل للفلسطينيين في أجندة زيارته التي حرصت على تقليص الطابع السياسي في شقه الفلسطيني لصالح الإنساني. ولا ينبغي لمراقب أن يتوقع شيئاً آخر على هذا الصعيد، فالتبني الأمريكي لإسرائيل ما زال كاملاً، وحل الدولتين مجرد رطانة خطابية لا يؤمن بها أحد، وهو ما يعني في جوهره تعمق العلاقات العربية الإسرائيلية دون حل القضية الفلسطينية. لم ينجح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في تقديم موقف واضح وحاسم عن أهدافه والسياسة التي سيتبعها في التعاطي مع ملفات تهم دول الإقليم، بحيث يقنع مضيفيه ويفتح الطريق لتفاهمات مرحلية ودائمة معهم. فقد شهدت جولته الشرق أوسطية التي استمرت 4 أيام بمحطاتها الثلاث القدس وبيت لحم وجدة طرح مواقف وتصورات توافقية عامة وأخرى خلافية تتعارض مع ما أعلن خلال التحضير للجولة العتيدة، جاعلة التوافق المعلن غير ذي شأن. لم تجد معها محاولاته تقديم هدايا سياسية وعسكرية ومالية هنا وهناك. جاء بايدن إلى الإقليم مدفوعا باعتبارات جيوسياسية واستراتيجية لاستعادة الحضور الأمريكي فيه وتجديد العهود والاتفاقات مع دوله بعدما كشف الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعزيز التحالف الروسي الصيني الإيراني وتمدده إلى مناطق نفوذ أمريكية تقليدية في الخليج عن قدرة الخصوم على احتواء خطط بلاده وتدميرها. كشف عن بند في الاتفاق الاستراتيجي الصيني الإيراني يقضي بالسماح بوجود 10,000 جندي صيني على الأراضي الإيرانية، على أهميته الشديدة لاستراتيجية بلاده المعروفة بالتنافس بين القوى العظمى، لكنه عاد بسلة فارغة لانعدام الثقة العميق بالولايات المتحدة في هذه الدول. وقد زاد انعدام الثقة رسوخا تبنيه المعلن هدفين متعارضين: الحرص على الاتفاق مع إيران على برنامجها النووي والتعبئة ضدها، ومع تقديمه تعهدات بالبقاء في الإقليم والدفاع عن أمن دوله والالتزام بعلاقات استراتيجية راسخة ودائمة معها، إلا أنها تعهدات لفظية بحاجة إلى تأكيد عملي. لذا لم يحصل على التزامات محددة بالسير في تصوره برفع إنتاج النفط والتراجع عن علاقات التعاون الخليجية مع روسيا والصين ومشاركة الكيان الصهيوني في التصدي لإيران. خصصت صحيفة الغارديان افتتاحيتها لزيارة كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، وقالت إن كلتا الزيارتين كشفتا عن العلاقات مع المنطقة ووضعتها تحت ضوء كاشف، وجاء فيها أن تداعيات الحرب في أوكرانيا لا يزال صداها يتردد حول العالم. فروسيا ليست مهتمة كثيراً بفرض عقوبات عليها بسبب علاقاتها مع إيران، أما الأخيرة فهي تحضر لعقوبات أمريكية طويلة على المستقبل البعيد. ويشعر البلدان أن اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة يتراجع رغم إعلان بايدن أن بلاده لن تغادر المنطقة وتتركها للصين وروسيا والهند، وفي الفراغ إعادة بوتين تأثير بلاده فيها. وكانت أوكرانيا سبباً في زيارة بايدن إلى السعودية، وكان بايدن يسعى لتخفيض أسعار النفط وتحسين شعبيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات النصفية، لكن السعوديين قللوا من احتمالات زيادة معدلات إنتاج النفط ومنحوه القليل من زيارته التي حسنت صورتهم.
وغطت هذه التطورات على المحادثات الفاشلة بشأن الملف النووي الإيراني في الدوحة بشكل وضع المفاوضات على حافة الانهيار. وحققت طهران تقدماً كبيراً في برنامجها النووي منذ خروج دونالد ترامب من الاتفاقية ومضاعفته العقوبات عليها. ويرى دبلوماسي يراقب المفاوضات أن المحادثات وصلت مرحلة مسدودة في وقت تطالب فيه إيران التي لدغت من ترامب بتعهد من إدارة بايدن ألا تقوم الإدارة المقبلة بالتخلي عن الاتفاقية. وكان هذا وراء جهود الإدارة الأمريكية لتقوية العلاقات مع إسرائيل ودول عربية، لكنها لا تخاطر بدفع إيران قريبا من روسيا بل وزيادة النزاع في المنطقة بعد التحول إلى الحوار، بما في ذلك المحادثات بين الرياض وطهران. وسيقود هذا إلى مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وإلى سباق للتسلح وغياب الاستقرار. اعتراف إيران بغزو روسيا لأوكرانيا هدية ثمينة لبوتين. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس فلاديمير بوتين حصل على هدية ثمينة تمثلت بلقاء مع زعيم عالمي بارز أعرب عن تأييده الكامل لغزو بلاده أوكرانيا. وقالت الصحيفة أثناء رحلته إلى إيران عمل بوتين على ترسيخ التحالف الإيراني الروسي الذي ظهر كثقل موازن كبير للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء خصوم الغرب. والتقى مع آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران الذي أصدر إعلانا لدعم حرب بوتين في أوكرانيا من النوع الذي لم تصله حتى البلدان الأخرى القريبة من روسيا حتى الآن. ذهب تأييد خامنئي للحرب إلى ما هو أبعد بكثير من الدعم الأكثر حذراً الذي يقدمه حليف روسي آخر الصين، حيث احتضر ادعاء بوتين بأن الغرب لم يترك للكرملين أي خيار سوى التصرف. لقد كانت إشارة للعالم أنه مع فرض أوروبا والولايات المتحدة الآن على روسيا عقوبات مماثلة لتلك التي خنقت الاقتصاد الإيراني لسنوات، فإن العلاقة المشحونة منذ فترة طويلة بين موسكو وطهران قد تصبح شراكة حقيقية، قال علي واعظ مدير القسم المختص بإيران في مجموعة الأزمات الدولية. لا تزال روسيا وإيران لا تثقان ببعضهما البعض، لكنهما الآن بحاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى. لم تعد هذه الشراكة اختياراً بل تحالف بدافع الضرورة، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غير المعادلة. وبسبب عزلها المتزايد عن الأسواق الغربية تتطلع روسيا إلى إيران كشريك اقتصادي فضلاً عن الخبرة في الالتفاف على العقوبات. وقعت غازبروم عملاق الطاقة الروسي صفقة غير ملزمة بقيمة 40 مليار دولار للمساعدة في تطوير حقول النفط والغاز في إيران وفقاً لتقارير إيرانية. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن روسيا تتطلع إلى شراء طائرات مسيرة مقاتلة تشتد الحاجة إليها من إيران لاستخدامها فوق أوكرانيا. قالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في الساعات 24 الماضية بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال عدة مهرجانات للركض مع الثيران في منطقة بلنسيا الإسبانية. أصيب الرجال 3 في أيام مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، لكنهم لقوا حتفهم في غضون ساعات هذا الأسبوع في تذكير بمدى خطورة هذه الأحداث التقليدية التي تنتقدها أيضا جماعات حقوق الحيوان. ومهرجانات الركض مع الثيران التي تجري فيها مجموعات من الناس أمام ثور أو أكثر تقليد إسباني قديم. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع.
في ختام صدى الأقلام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.